بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الأول أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي الدكتور أحمد الشربيني، وأنا دكتور في قسم الصيدلة الإكلينيكية كلية الصيدلة جامعة طنطا. ويعني وأعتقد إن أنتم ما تعرفونيش، يعني أنا كنت مسافر لفترة طويلة ولسه راجع، وحضراتكم هتبقوا أول دفعة أدرس لها بعد رجوعي من السفر. فأنا هدرس لكم الجزء المتبقي من كورس دراج انفورميشن، وأتمنى يكون الجزء بتاعي جزء مفيد ويكون برضو لطيف وسهل بالنسبة لكم. أنا الجزء بتاعي هتبقى أول محاضرتين فيه هنتكلم على الميديكال ليتريتشر ايفالويشن، وده جزء مهم جدا، أو مهارات هتكتسبوها في الجزء دوت أنتوا هتحتاجوها بالذات بعد التخرج، إن أنتوا إزاي تقدروا تقيموا المعلومات اللي أنتوا بتقروها. احنا دلوقتي بسبب وجود الانترنت فكل حاجة موجودة، انتوا هتلاقوا مواضيع علمية محترمة موجودة على الانترنت، هتلاقوا مواضيع علمية مكتوبة بطريقة بايزد، طريقة متحيزة، وهتلاقوا اعلانات وهتلاقوا كل حاجة. ايه يعني ازاي تقيموا المعلومة اللي قدامكم دي وتحكموا عليها ان هي تراستفولي وتقدروا تمشوا وراها، وتقدروا ان انتوا البيشنت اللي قدامكم تعدلوا له مثلا في الدوزج ريجيمين بناء عليها، ولا لا دي تبقى يعني باعتقادكم تبقى سسبيشس ولا احنا لازم ناخد الكلام فيها بحذر وندور على معلومه تاكد الكلام اللي فيها. فده محتاجه مجموعه من النولج والسكيلز هناخدها في خلال المحاضره بتاعت النهارده والمحاضره اللي جايه. فأول حاجة هنتفق عليها اللي هي definition. إيه الديفينيشن بتاع الميديكال literature evaluation؟ الديفينيشن بتاع الميديكال literature evaluation is reading, comprehending, summarizing and critiquing literature. يعني أنا محتاج إن أنا أعرف أقرأ، ودي مهارة مهمة جدا، أنت تعرف تمسك الأرتكل تقرأ فيها إيه وتسيب فيها إيه، مش هتقعد تقرا كل حرف فيها. comprehending ان انت تستوعبها صح، يعني تفهم الكلام اللي ما بين السطور. summarizing ان انت تعرف تختصر المعلومه، وانت فعلا مقياس لفهمك للكتاب اللي قدامك او المرجع او المحاضره انت تعرف فعلا تلخصها باسلوب بسيط. وcritiquing literature بمعنى ان انت عندك مرجع، مفيش مرجع كامل طبعا، مفيش اي حاجه كامله، انت تبقى عندك المهارة ان انت تقول والله الاجزاء اللي في المرجع دي معمولة صح، ودي ان انا اقدر اثق فيها الى حد كبير، وفي اجزاء تانية لا هي مش معمولة احسن حاجة، وبالتالي لا انا حريص شوية في ان انا اخد معلومة منها او ان انا اخد توصية منها. فدي اول حاجة في المحاضرة بتاعتنا اللي هي ما معنى Medical Literature Evaluation. الكورس او بلاش الكورس، الجزء اللي احنا هناخده في الميديكال ليتريتشر ايفالويشن هو هيديك المهارات الاتي، ان انت ازاي تقدر تقيم المرجع اللي قدامك، تقدر تعمل تحليل نقدي للمرجع دوت، وتاني حاجة ان انت ازاي تقدر تلخص الديزاين، تصميم الدراسة اللي قدامك، ان انت لو عندك دراسة بتقراها تقول والله الدراسة دي هي ماشية أو follows الديزاين دوت. ده طبعا نقطة مهمة جدا، عشان كل ديزاين بيبقى ليه نقطة قوة في معلومات معينة. والله أنا بدور على دراج افكت، يبقى لازم أبص على الحاجة الفلانية، أبص على التولرابيلتي وأبص على الحاجة الديزاين الفلاني. فهو ده بيديك برضو ثقة في معلومات معينة موجودة في المرجع، وعدم ثقة في معلومات تانية، عشان بيبقى برضو ليها نقاط ضعف ما تقدرش تعمل. فاحنا نتكلم على الكومن ستادي ديزاين اللي موجودة، بحيث ان انت تبقى متعرف عليها لو قابلتك في المراجع. وتالت حاجة موضوع فرعي اللي هو بس موضوع هوت دلوقتي، هوت topic اللي هو how to differentiate between statistical and clinical significance. يعني في حاجة اسمها significance، في منها نوعين statistical and clinical، لو انا نشرح الكلام ده في وقت هيبقى في اخر المحاضرة اللي جاية. هنبتدي نتكلم على اول حاجة احنا المفروض نعرف اللي هي how to critically analyzing literature.
ازاي نعمل تحليل نقدي للمراجع بتاعتنا. طبعا اتخذته مع الدكتورة سحر الانواع المراجع اللي هو البرايمري سكندري وتيرشري ليتريتشر، وهي يعني بتختصر بتشبيه او بما هي مش تشبيه، هي معلومه صحيحه جدا، ان الريسيرشرز والسكولرز والساينتست والكلام دول ما هم الا محققين صحفيين زي الناس اللي بتكتب في الجرايد. احنا يعني كريسيرشرز بنحتاج ان احنا نعمل تحقيق صحفي، ان احنا نعمل تجارب عشان نجاوب على سؤال معين، وبناء على التجارب بتاعتنا ديت احنا بنكتب مقاله زي المقالات اللي كانت موجوده في الجرايد، مقالة تحقيق صحفي عبارة عن كام صفحة، 10 صفح، 5 صفح، عدد صفح قليلة جدا. المراجع ديت أنا بعمل مقالة، غيري بيعمل مقالة، غيري بيعمل مقالة، بيبقى عدد مقالات كتير. عدد المقالات ديت أو مجموع المقالات ديت تشجع واحد، ممكن يكون واحد من كتب المقالات دي، ممكن يكون واحد من بره، إن هو لأ ده الموضوع شكله كبير وموضوع ناس كتير مهتمة بيه، فأنا أخد المقالات دي وأبتدي ألخصها وأختصرها وأعملها كتاب. تمام؟ يبقى ده إيه؟ الحالة الأولانية اللي هي المقالات الصغيرة ديت، التحقيقات الصحفية ديت إحنا بنسميها البرايمري ليتريتشر. والكتاب اللي هو مجمع بقى خلاصة الأبحاث دي كلها، دي بنسميها التيرشري ليتريتشر. وفي النص في بقى محركات البحث، في تولز بتقدر ان هي تربط البرايمري ليتريتشر ببعضها وتقدمها لك، تقول لك والله انا دلوقتي زي جوجل كده. طبعا جوجل ما هيش سكند ليتريتشر، بس في حاجات زيها في الابحاث، ان هي مثلا والله انا بدور على الهارت فيلير مع الدواء الفلاني او مع الهايبرتنشن كومبليكيشن، هيجيب لي لسته بالابحاث بالمقالات الصحفيه البرايمري ليتريتشر او بالارتكل نسميها كده، تمام، اللي نشر في الموضوع ده علشان ان انا اقدر استخدمها واكتب بقى ايه تيرشري ليتريتشر، سواء بقى اكتب ريفيو او اكتب كتاب او حاجات من دي، فده بنسميه سكندري ليتريتشر. تمام؟ فالعلم اللي عندنا ده الموجود في الكتب والحاجات ديت هي كلها معتمدة على المقالات، على التحقيقات الصحفية اللي الريسيرشر سكولر أو الساينتست بيكتبوها. تمام؟ فعلشان كده مفتاح تقييم المعلومة اللي أنت بتقراها في أي حتة في كتاب أو على النت أو أي حاجة هي الرجوع لأصل المعلومة، هي الرجوع للمقالة الصحفية للأرتكل وتقييم الأرتكل دي. عشان أنت ساعات ودي كومنت وبنشوفها، يعني إن يجي واحد يقول لك والله مش عارف الحالة الاقتصادية لدولة ألمانيا إن هي مش عارف عليها ديون أو عندها فلوس أو كوكب اليابان السعيد، كلام جبار جدا، وممكن يكتب لك حتى ريفرنس إن ده مذكورة في الكتاب الفلاني أو بتاع، لكن أنت لما ترجع للكتاب تروح للكتاب دوت وتبص الكتاب ده واخدها منين، ممكن تلاقي واخدها من مصدر ضعيف جدا. فهو البناء العلمي بتاعنا قايم على المقالات الصغيرة اللي هي 5 6 7 صفح، تمام، اللي الريسيرشر بيكتبوها بناء على تجارب عملوها. جميل. فاحنا يبقى كلامنا يعني مركز على ازاي نقيم الارتكلز دي، ف how to evaluate an article. في 3 حاجات احنا محتاجين نبص عليها عشان نقدر نعمل evaluation، وطبعا في حاجات كتير بس احنا في 3 حاجات مهمين دول الاهم. أول حاجة اللي هي how many times the article was cited، دي أول حاجة. معنى إيه الكلام دوت؟ والله أنا دلوقتي معنى شبهنا الريسيرشر بمحققين الصحفيين، والله أنا دلوقتي لو المقالة بتاعتي فعلا مهمة تعمل هيت أول ما تنزل ناس كتير تقراها ووكالات الأنباء تتكلم عليها وناس تاخد منها تقول لك زي ما عمل فلان في التحقيق الصحفي ولقى إن كذا كذا كذا، بتيجي في البرامج الاخباريه وهكذا. فدي نفس النظام، احنا لما نيجي نكتب بحث نكتب ارتكل كريسيرشر، اهميه الارتكل دي بتتناسب طرديا مع ان هي تتاخد كريفرنس في مراجع تاني في ارتكلز تاني. فعدد المرات اللي الارتكل اللي انا حاططها قدام عيني وعايز اقيمها دي والسايتد اتاخدت، تمام، واتحطت في يعني اتاخدت كريفرنس
واتحطت في ارتكلز تانية، دي بتدل على أهمية الارتكل اللي أنا بحاول أقيمه. تاني حاجة الجورنال it is published in. طبعا لو التحقيق الصحفي ده منشور في مثلا جورنان طنطا الحديث غير ما هو منشور مثلا في جورنان الأهرام. يعني كل ما الجورنال بيبقى أشهر وأقوى، كل ده ما بيدل على إن المقالة المنشورة فيه أكثر مصداقية. وده عندنا طبعا في الـ scientific community بتاعتنا. يعني أنا لو نشرت في طنطا scientific journal مثلا، ولا نشرت في النيتشر أو الساينس أو هكذا، يعني الحاجات اللي هي المجلات العالية، طبعا لما انشر في النيتشر دي معناها ان ليها مصداقية كبيرة جدا، وان هي ما هياش ارتكل يعني قليلة الأهمية، لا هي عظيمة الأهمية، يعني هي significant ونوفل. تمام. ثالث نقطة انا لازم برضو يعني اركز فيها اللي هي الاوثرز اوف ذا ارتكل. وده برضو لو رجعنا للمثال بتاع التحقيقات الصحفية، والله انا لو عندي تحقيق صحفي كاتبه كاتب مش معروف اصلا، تمام، اول مره اقرا اسمه، غير لما الاقي مثلا التحقيق الصحفي ده مكتوب باسم تقيل، واحد بقى له فتره في المجال، ليه يعني كذا سبق صحفي، وخايف على سمعته، هو مش يعني اقرب ان هو ما يكذبش. فدي نفس النظام. فيبقى ثلاث نقط الاكثر اهميه most important points هنا في الـ evaluation بتاع الـ article، إن أنا أشوف how many times the article was cited، كم مرة اتاخدت واستخدمت كـ reference في articles تانية، والـ journal اللي اتنشرت فيه، والـ authors اللي كتبوها. هنتكلم شوية على الـ citation اللي هو ذكر الـ article اللي قدامي دي في articles تانية. فهي زي ما اتفقنا the number of times an article was used as a reference in the literature. وهنا كلمة literature دي مهمة جدا، يعني هي مش ان هي استخدمت كreference في مثلا student reports اللي بيقدموها في ثانوية عامة في الهاي سكول ولا في الكليات، لا لازم يكون العدد مرات اللي استخدمت فيها الارتكل ديت كreference يكون استخدمت في articles هي اصلا منشورة في recognized journal. او بوكس، يعني يكون publisher ناشر الكلام دوت، تمام، فده لازم يكون recognized journal، الموضوع مش مفتوح كده خلاص. وده طبعا زي ما اتفقنا it is an indication of an article's importance and quality. تمام. فعلشان نقدر نقول والله الارتكل دي حصل لها citation، لازم تكون citation ده properly. فده يجيبنا للنقطة اللي هي how to cite an article. أنا علشان أعمل citation للارتكل لازم أعمل خطوتين. أول خطوة أعمل حاجة اسمها ال in-text citation، وتاني خطوة اللي هي أكتب reference list. ماشي. أنا دلوقتي عشان أعمل citation لارتكل لازم ال cited article ديت تبقى لازقة في المعلومة اللي أنا واخدها منها، ما ينفعش يبقى الموضوع عايم كده، لأن ما ينفعش أكتب معلومات كتير، والله الدواء دوت التهاب بتاعته كذا، وبيتصرف بعدد كذا، وبيكلف الدولة كذا، وهو طبعا دي كومبيتيتور كذا وكذا وكذا، وأكتب معلومات كتير، وبعدين إيه؟ أعمل ما بين قوسين مثلا، والله أنا جايب المعلومات دي من كذا وكذا وكذا، الريفرنس، لأ، المفروض كل معلومة يكون وراها الريفرنس بتاعها، كل معلومة يكون وراها الريفرنس بتاعها. كل معلومة يكون وراها الريفرنس بتاعها. وطبعا بسبب ان انا بكتب، وما ينفعش ان انا اقطع حبل افكار القارئ بان انا اكتب المعلومة بعدين اقول والله انا لقيتها في المقالة اللي منشورة سنة كذا وموجودة في الحتة الفلانية وممكن ترجع لها في الحتة العلانية، مش هينفع اعمل كده. فانا وانا بكتب بعمل حاجة اسمها الان تكست سايتيشن، يعني بسيب بس كده زي رمز، زي أمارة، دليل، حاجة كده صغيرة، تمام، بتقول ان انا والله المعلومه دي انا خدتها من الحته الفلانيه بطريقه summarized، صحيح ما مش informative، مش هتديني المعلومه كامله، بس مجرد ان انا احجز مكان، تمام. وبعدين بعد كده يعني في اخر المقاله او ساعات في اخر الصفحه، تمام،
بكتب بقى الريفرنس ليست، ان انا باجي اقول والله الريفرنس الاولاني اللي انا عملته، او بمعنى صح الانتكس سيتيشن اللي انا حطيته الاولاني دوت، المعلومات الكامله بتاعته كذا 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 كذا، ويبقى في صوره ليست كلهم جنب بعض، سواء لاخر المقاله خالص او في اخر كل صفحه. طبعا بالنسبه للفارماسيوتيكال ريسيرش احنا بنكتب في اخر المقاله خالص، اخر الارتكل نحط كل الريفرنس، ما بنحطش ايه في اخر كل صفحه. فزي ما قلنا ان اول خطوه اللي هي الان تكست سايتيشن، هي تعريفها ان هي a brief mention of the reference within the text of the paper. تمام، يبقى within، يبقى لازم شرطين، يكون within the text of the paper ويكون brief mention. ودي ليها طبعا اكتر من طريقه، ان انا اعمل البريف منشن، ان انا اعمل اماره او اعمل انديكيشن بالريفرنس دوت، بس اشهر طريقتين في السيتيشن بنسميها سيتيشن ستايلز ديت. اول طريقه منهم اللي بيسموها ذا اوثر ديت ستايل، ان لما باجي اكتب في التكست بتاعي وعايز اعمل ان تكست سيتيشن، كل الموضوع ان انا احط ما بين قوسين اسم العيله السير نيم اوف ذا اوثر، تمام، وبعديها البابليكيشن يير. فانا اعمل لكم مثال هنا، ادي المعلومه اهي: ان ذا بريفيوس ريبورت فاوند ذا دراج ان كويشن از بوتنت، يعني الدراج دوت قوي بوتنت. تمام، مين اللي قال الكلمه دي؟ انا بكتب اسم العيله بتاع الاوثر والسنه. تمام، فانا دلوقتي عندي الخيال سنه 2008. فدي اول طريقه ان انا اعمل انتجس سايتيشن، بنسميها ايه؟ اوثر ديت ستايل. الطريقه الثانيه بنسميها نيوميريك ستايل. تمام، ودي طريقه برضو بتبقى مور كومباكت وطريقه سهله، ان انا كل الموضوع ان انا بعمل انديكيشن للريفرنس بتاعي، ان انا اعمل انتكس سايتيشن عن طريق ان انا بحط رقم، والرقم دوت يا اما يبقى سوبر سكريبتد اور براكتد، بمعنى ان انا نفس المعلومه the previous report found the drug in question is potent، واكتب رقم. تمام، الرقم ده طبعا بيدل على البحث في الريفرنس ليست اللي في الاخر. فانا ممكن اكتب الرقم كده واحد ما بين قوسين، او ممكن اكتبه كده ان يبقى ايه اخر كلمه potent، واكتب الواحد متشعلق في الجو وصغير في الحجم شويه، ده واحد. تمام، فيبقى ده انا عندي الطريقتين دول، وحتى ممكن احط النقطه اللي هي بتاعت نهايه السنتنس اللي هي period، ممكن احطها قبل الرقم دوت، او في بعض الاحيان ممكن احطها بعد الرقم، مش مشكله. بس هو في الاخر انا بعمل انديكيشن، بعمل انتكس سايتيشن دوت، يا اما برقم ما بين قوسين او بالرقم الصغير اللي هو بيبقى سوبر سكريبت. تاني خطوه ان احنا نكتب الريفرنس ليست، يعني بعد ما عملنا الانتكس سايتيشن وعملنا الانديكيشن الموجوده جوه التكست، نيجي في اخر الارتكل ونكتب الريفرنس ليست، اللي هي طبعا بتبقى ديتيلد ليست اوف ريفرنس. لازم يكون ديتيلد، دي مهمه جدا، ذات ار سايتد ان ذا بيبر، ذات ان احنا عملنا الانتكس سايتيشن في كل الاجزاء المختلفه في البيبر، نيجي نجمعها في الاخر ونعمل لسته كلها ورا بعض. تمام، ات شود ابير ات ذا اند اوف ذا بيبر. وطبعا احنا كاتبين شود ليه؟ علشان التخصصات الادبيه هما بيفضلوا ان بيبقى يحصل في الفوت نوت اللي هو في اخر كل بيج هيكتبوا الريفرنسز اللي موجوده في البيج دوت، لكن في الميديكال ليتريتشر يعني بيبقى احنا بنفضل ان هي تبقى الريفرنس ليست في اخر الارتكل خالص. It provides a reference list the necessary information for a reader to locate and retrieve any source cited in the body of the paper. يعني هو الشرط بتاعها ان يكون فيها كل المعلومات اللي تمكن القارئ ان هو يرجع لمصدر المعلومه الاصلي، ما يكونش في اي حاجه ناقصه او يكون في حاجه بيج، لازم يكون فيها كل التفاصيل. وطبعا زي ما احنا كتبنا في او زي ما قلنا في الانتكست سايتيشن في طريقتين لكتابه الريفرنس، فبرضه في الريفرنس ليست في طريقتين. فيقول لك في الاوثر ديت ستايل، الريفرنس ليست اللي بتتكتب في اخر الارتكل بتبقى اوردرد الفابيتيكالي، بما ان طبعا هي اوثر ديت فبيبقى كتابه،
فبتبقى ordered alphabetically by the surname of the first author. وهنشوف دلوقتي ايه example في الكلام ده. لكن في النيوميريك ستايل بسبب ان احنا مستخدمين ارقام، فطبعا الريفرنس ليست بتبقى arranged numerically 1 2 3 4 according to the order of appearance in the text، مش according to the surnames بتاع الاوثر. لا والله البحث اللي اتقال في الانترودكشن في الاول خالص هتبقى رقم 1 يليه رقم 2 3 4 وزي ما نشوف الاكزامبل دلوقتي. فاحنا هندي دلوقتي اكزامبل على الانتكس سايتيشن والريفرنس ليست في النيوميريك ستايل. جميل، فاحنا عندنا الاكزامبل اهو، ده بحث متاخد من النيتشر، واخد بس منه فقره، وعشان كده انا عامل كوتيشن عشان هي ايه واخد منه الجملتين دول تو سنتنس دول. فبيتكلم على الكورونا فيروس اللي هو an unenveloped virus requires a membrane lesion to deliver its genome into a target cell. فدي معلومة، فهو كاتب الـ in-text citation اهو، تمام، كاتبه ايه رقم واحد، ده indication ليه ان المعلومات بقى في اخر الارتكل هتتكتب بصورة اكتر في الديتيلز. For rotaviruses membrane prolife perforation is a principal function of the viral outer layer protein اللي هو VP4، وكاتب برضو الارتكلز اللي واخد منها المعلومة دي اللي هو ارتكل رقم 2 وارتكل رقم 3. نيجي بقى في الريفرنس ليست، وطبعا انا من غير ريفرنس ليست من غير اي حاجة مش فاهم ايه 1 وايه 2 وايه 3. اجي في الريفرنس ليست الاقي بقى ايه مكتوب 1 و2 و3، واحد ديتيلز بتاعته كاتب كل حاجة، مين الاوثرز، تمام، منشوره فين، وده طبعا كتاب يعني هو ده ايه ده الكتاب ما هوش ارتكل يعني ده تيرشري ليتريتشر، تمام، وكاتب الببلشر ومكتوبه في صفحه كام ومنشور سنه كام. رقم الريفرنس رقم 2 كاتب لك برده الاوثرز وبرده الكتاب برده والبابليكيشن والصفحه وكل حاجه، ورقم 3 كاتب لك برده كل التفاصيل اللي تمكنني كريدر ان انا ادخل ابص على المعلومه الاصليه، عشان جايز الرايتر جايز الاوثرز هنا هو ما فهموش هو الارتكل الاصليه كانت بتقول ايه، صح؟ انا ارجع اشوف والله في الريفرنس رقم 2 و3 هل فعلا كانوا كاتبين على الممبرين بيرفوريشن ولا مش كاتبين، وهل كانت بالشكل ده ولا لا، وكان هل في اوتر لير بروتين لو في بي 4 ولا لا. تاني مثال عندنا هيبقى under author date style، ودي نفس ال sentences اللي احنا خدناها في example في السلايد اللي فاتت، نفس المعلومة اللي هو non enveloped virus كذا كذا وبتاع، بس هنا بدل ما كان مكتوب واحد هيبقى مكتوب ال author وال date، مكتوب ايه هاريسون ايتال. ايتال يا جماعة دي بتتكتب معناها وشركاء، يعني الهاريسون and the co-authors الناس المؤلفة معاه، تمام، وبتتكتب بسبب انها مكتوبة باللاتيني فبتتكتب ان ايتاليك، تمام، وبعدين مكتوب البابليكيشن يير، تمام، والجملة التانية برضو الروتا فيروس ومبرين بيرفوريشن كذا 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 في بي 4، وكاتب برضو التو ريفرنسز اللي كانت واخدة رقم 2 و3 اللي هو دوت استز اند جرينبرج وكراسك اتقال. طب ماشي، طب اشمعنى دوت مكتوب كده استس اند جرينبرج مش مكتوب ليه استس ايتال؟ والله في لو الليتريتشر دوت او الارتكل دي مكتوبه تو اوثرز بس فلان وعلان التو اوثرز دول بيتكتبوا زي ما هم، لكن لو 3 اوثرز او اكتر ممكن اكتر ممكن 5 ممكن 6 ممكن 7، بدل بقى بقعد اكتب اسامي كتير وده طبعا في الانتكس سايتيشن هيبقى حشو ملوش لازمه، هيبقى انت عمال تكتب عمال تكبر في التكست بس مفيش معلومه جديده بتضاف. فاحنا في الحاله دي خلاص احنا هنكتب اول واحد ونكتب ايه تاني وشركاء، تمام. الريفرنس ليست بتاعنا مش هيبقى بقى بترتيب الظهور 1 2 3 4، لا بال يعني احنا اوردرد الفابيتيكالي اكوردنج تو سير نيمز. فاحنا دلوقتي احنا عندنا هاريسون وعندنا استس وعندنا تراس، فمين اول واحد؟ هيبقى استس، فيبقى ده اول واحد اهو،
وده الريفرنس بتاعه، تاني واحد اللي هو الاتش اللي هو هاريسون، واخر واحد اللي هو التي اللي هو تراسك. فده يبقى كده الريفرنس ليست according to author date style. نيجي نسأل نفسنا بقى ازاي نكتب reference in a reference list. يعني احنا اشترطنا ان لازم يكون all detailed information تكون موجودة. يعني ايه بقى all detailed information تبقى موجودة؟ فهو مكتوبة all necessary information to locate the reference in the literature. الانفورميشن اللي لازمه في الموضوع ده كل الانفورميشن اللي تخليك تعرف ترجع للسورس الاصلي عشان تقراه وتعمل شيك اوت عليه. فالنسيسري انفورميشن فاريز، بتختلف حسب التايب اوف سورس. يعني لو هو المعلومه دي منشوره في مجله فاحنا يهمنا المعلومات دي، يهمنا طبعا اسم الاوثرز ودي طبعا مهمه في اي حاله، تمام. الارتكل تايتل العنوان المقالة، طبعا اسم الجورنال واتنشر امتى، وكمان رقم الصفحة والفوليوم. فاحنا عندنا الجورنال تايتل مثلا نيتشر، العدد رقم كام؟ هو نيتشر عمالة تنشر بقالها 100 سنة، تمام. والبيج نمبر. بالنسبة لو كتاب بيهمنا طبعا برضو الاوثر وعنوان الكتاب واتنشر فين ومين اللي نشره، عشان انا مفيش جورنال، يعني مفيش مجلة هي اللي ناشرة، ده هي بتبقى دار نشر ونشرها في مكان معين واتنشر امتى. وبعدين تقول page numbers if that appropriate، يعني المعلومة دي في أي حتة، الكتاب بيبقى 1000 صفحة 2000 صفحة، فين بقى في الموضوع ده الشابتر على الأقل اللي مذكور فيه المعلومة، تمام. لو ويب سايت فاحنا بنحاول ان احنا نجيب الاوثرز، تمام. والارتكل اند publication تايتل وير appropriate because like انت في على الانترنت نادر ما بتلاقي تايتل، مش لازم تلاقي تايتل، يعني انت ممكن تلاقي المعلومه من غير ما يبقى ليها official تايتل، بيبقى فيها سب تايتل. تفتح تلاقي مثلا دراج فارماكوكينيتكس، تلاقي دراج فارماكوديناميك، تلاقي مش عارف ايه، تلاقي ايه، ما تلاقيش تايتل. انت ممكن والله التايتل يكون مثلا اسم الدواء فينايتوين، لكن ما بقاش مكتوب بوضوح اسم التايتل. وطبعا لازم تكتب اليو ار ال، والله ما انا عشان اوصل لها لازم اليو ار ال. مشكله الانترنت ان الحاجات دي دايناميك، ان في حاجات تغيير او بتتغير، مقالات عماله تتشال وتتحط وتتغير، فانت لازم تكتب الديت وين ذا سايت ووز اسيست، يعني تكتب التاريخ اللي انت شفت فيه السايت. ولو انتوا ما تعرفوش في ويب سايتس بتجيب لك الانترنت بتواريخ قديم، يعني مثلا في مقاله اتنشرت ودخلتها وشفتها بعينيا وعملتها ريفرنس سنه 2008 مثلا، دلوقتي لو دورت عليها ما لقاهاش. في مواقع هي يعني وظيفتها انها تعمل ارشيف، تعمل اركايف للانترنت دوت. فتيجي تقول لها والله انا عايز، تخش على الموقع ده وتقول والله انا عايز الموقع دوت كما كان شكله سنه 2008، يجيب لك الموقع ده بالمعلومات اللي عليه سنه 2008، بحيث ان انت تلاقي الارتكل اللي انت ايه كنت عامل له سايتيشن في 2008 اللي مش موجود دلوقتي في 2021. فهندي مثال ان انت ازاي تكتب ريفرنس لارتكل. فاحنا عندنا دلوقتي انا ارتكل اهي ببلشت فين؟ في نيتشر، في العدد. انا طبعا نيتشر بتنشر بقالها كتير وفي اعداد كتير، فالعدد رقم كام؟ رقم 590. في الصفحه كام؟ من 666 ل 670، يعني تقريبا 5 صفحة. اتنشر امتى؟ ده الديت بتاعه 13 يناير 2021. مين الاوثرز؟ اهو واحد اسمه توبايس هارمان، ده اوثر الاولاني، ده الثاني راؤول، وبعدين ثالث اريك، كريستينا الرابعه، دانيال الخامس، دانييلا السادسه، سايمون، واخيرا اللي هو ستيفن سي هاريسون. التايتل بتاعها يبقى احنا كده عندنا كام اوثر الاول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اوثرز. والتايتل بتاع الارتكل دوت اللي هي functional refolding of the penetration protein on a non-developed virus، تمام. نكتب الريفرنس ازاي؟ في طرق كتيره كتابه الريفرنس. احد الطرق، الطريقه اللي انا كاتبها دي، ان انا هكتب الفيرست اوثر، بسبب ان هم طبعا 8 اوثرز فانا مش هقدر اكتبهم كلهم، فانا كاتب وشركاء ايتال، تمام. وبعدين كاتب التايتل بتاع الارتكل بتاعي اهو، وبعدين كاتب الجورنال نيم والتاريخ والفوليوم وبعدين رقم الصفحه. في
في ستايلز كتيرة كده، طرق كتيرة لكتابة الريفرنس، بس بتختلف في الترتيب. يعني أنا مثلا ممكن أحط السنة هنا، ممكن بدل ما أكتب الفيرست أوثر بس هكتب اتنين أو تلاتة أوثرز وبعدين أكتب الإيتال. ممكن أجي في رقم الصفحة دي لا أكتب إن هما إن بداية البحث 666 وبين قوسين البحث خد بالك 5 صفح. ممكن بدل مثلا الكولن ده اخليها سيمي كولن او اخليها ما بين قوسين. دي طرق مختلفه لكتابه الريفرنس في الريفرنس ليست، وكلها بتؤدي نفس الحاجه، انها بتديك المعلومه بس بطرق مختلفه. طبعا كتابه الريفرنس في الريفرنس ليست بتبقى يعني ايه، عايزه دقه شويه، وليها برامج اشهرها برنامج اسمه الاند نوت، تمام، بيقدر يكتب لك الكلام ده اوتوماتيك. بس طبعا انتوا مش هتحتاجوا تنزلوا برنامج وتتدربوا عليه والكلام ده، فهو يعني اعتقد ان هو بالنسبه لكم يبقى اسهل حاجه ان انتوا تستخدموا موقع جوجل سكولر، وده موقع من ضمن مواقع اللي هي التيرشري ليتريتشر. انت تدخلوا على الهايبر لينك دوت وهتلاقوا هو تبع جوجل، هتلاقوا الشكل دوت حاجه عامله زي جوجل، تكتبوا فيها انتوا عايزين تدوروا عليه، تمام. ممكن تكتبوا ديزيز، ممكن تكتبوا اوثر، ممكن تكتبوا بحث معين انتوا عايزين توصلوا للريفرنس بتاعه، تمام. لما تكتبوا هيظهر لكم ايه القائمه بتاعه النتائج البحث بتاعي الريزلتس. فانا عندي انا لما عملت سيرش على البحث ده فطلع لي او فانكشنال ريفولدنج اوف ذا بنتريشن بروتين اللي هو بتاع الراجل اللي هو هيرمان، جميل. انا لما طلع لي كده هتلاحظوا ان في حاجات في الاخر، تمام. انا هضغط على الرمز دوت، الرمز ده هيجيب لي ايه، طلع لي ويندو. الويندو دي فيها الريفرنس اتكتب ازاي في الريفرنس ليست بطرق مختلفه، تمام. يعني في طريقه اللي هي الام ال اي اللي هو مودرن لانجويج اسوسيشن ستايل، وفي طريقه تانية اسمها اي بي اي اللي هو الاوثر ديت ستايل، وفي طريقه ثالثه اسمها شيكاغو، وفي هارفارد، في فانكوفر. زي ما انتم شايفين تلاقوا الخمس ستايلز اللي هو الفايف موست كومن ريفرنس ستايل هتلاقيها بيحوا نفس المعلومه، هم كلهم مكتوب فيها ايه، مكتوب فيها اسم الاوثر، تمام. لكن مثلا في الام ال اي مكتوب بس الفيرست اوثر وبعدين اتقال، في الاي بي اي مكتوب لا كل الاوثرز مكتوبين. في الفيرست ستايل هتلاقي مكتوب السنه، بصوا فين بعد التايتل، هنا السنة مكتوبة قبل التايتل، تمام. فهو الاختلافات ديت هنا مثلا مكتوب، بص البيج هنا مكتوب انها 666 شرطة 70، هو طبعا قصدهم اللي هو ايه يبقى 670، هو ايه ما رضوش يكتبوا الرقم كله، بيكتبوا التو ديجيت بس. فهي يعني هي كلها كل الستايلز دي بتحوي نفس المعلومة بس بأوردر مختلف. نيجي لتاني نقطة اللي هي الجورنال. لو تتذكروا احنا دلوقتي بنحاول نعمل نعلمكم هاو تو ايفالويت ان ارتكل، فاحنا قلنا اول نقطة ان احنا نعرف عدد مرات الارتكل دي كانت سايتد في ارتكلز تانية، وعدد السيتيشن دوت بيبقى انديكاتيف على الامبورتنس بتاع الارتكل او الكواليتي بتاعت الارتكل دي. تاني نقطة ان انا اعرف هي منشورة في انهي مجلة، كل ما المجلة دي بتبقى احسن كل ما طبعا بتدل ان الارتكل دي الكواليتي بتاعتها اعلى. فاول شرط، اول شرط يا جماعه ان الجورنال دي must have a peer review process. يعني ايه؟ والله انا المجله ديت لازم يكون فيها محكمين، مش اي ارتكل تتبعت لهم ينشروه. المحكمين دول لازم يكونوا من نفس الكارير بتاع الاوثرز، تمام. يعني لازم يكونوا اساسا مش مجرد مراجعين يراجعوا الجرامر ويراجعوا السبيلنج والكلام ده، لا لازم يعملوا اسسمنت باوتسايد اكسبيرتس ان ذا فيلد في نفس المجال، تمام، اللي هم هينتقدوا الارتكل قبل النشر، يقول لك والله الارتكل دي تصلح للنشر ولا لا، ايه المشاكل اللي فيها يا اوثرز يا اصحاب الارتكل، لو سمحتوا في مشكله فنيه حلها لنا، في تجربه الفنيه ناقصه زودها لنا، في النقطه دي محتاجه انها تتناقش في الارتكل. فاهم او اول خطوه في تقييم الجورنال
اللي هي لو مش موجوده خلاص ده الجورنال ده ما ينفعش، لازم يكون حاجه اسمها بير ريفيو بروسيس. بير معناها زملاء، والريفيو لا مراجعه، لازم يكون مراجعه من زملاء في التخصص مش من اي حد كده بره التخصص. والله لو المجله دي ما فيهاش البير ريفيو بروسيس ده يبقى مجله تنشر اعلانات، يعني كنا انا ابعت لها ارتكل اي ارتكل وهي تتفضل وتنشره ده كده اعلان. ده انا بنشر في اوليكس، ببعت والله انا عايز ابيع عربيه ولا ابيع شقه ولا ابيع بتاع، اللي انا بكتبه بيتنشر ما فيش حد بيراجعني. والله لو حته الارض اللي انا عايز ابيعها 100 متر وكتبتها 200 متر هيقولوا ما فيش مشكله تتنشر، محدش هيوجع دماغه، ما فيش حد هيراجع. تمام. زائد ان في حاجات تانية يعني دقيقة شوية محتاجين ان احنا نبص عليها. والله الجورنال دوت سمعته بتزيد لو هو اسوسييتد لاورجنايزيشن، يعني انا عندي جورنال، الجورنال ديت اللي بينشرها نقابة مثلا او اتحاد علمي او بتاع، يعني مثلا امريكان كيميكال اسوسييشن الاتحاد الكيميائي بتاع امريكا بينشر مجلات، المجلات دي بتبقى السمعة بتاعتها عالية بسبب ان هي بيلونج للمؤسسه العلميه المرموقه دي. فانا اول حاجه دي بترفع الريبيتيشن، ترفع سمعه الجورنال ان تكون اسوسييتد لاورجانيزيشن. تمام. تاني حاجه الفاينانشال سبورت، بمعنى ان المجلات المحترمه ما بتطلبش فلوس، ده في الغالب الاعم يعني بتيجي تقول لك والله الارتكل بتاعتك حلوه جدا والكواليتي بتاعتك كويسه جدا وانا انشرها من غير ما تدفع فلوس. لما تلاقي جورنال بتطلب فلوس كتير عشان الارتكل تتنشر تبتدي تقلق. والله ما هي الموضوع ربح بقى، الموضوع ما يهمهمش الكواليتي بتاعت الارتكل قد ما يهمهم والله انت تدفع كام. فدي مهمه جدا فاينانشال سبورت، واحنا كاتبينها في صوره فاينانشال سبورت ان بيبقى في مجلات بتطلب فلوس، ده مجلات محترمه بتطلب فلوس عشان تنشر عشان تراجع وعشان الكلام دوت، بس للقادر. يعني يقول لك والله انت اصلا بيجي لك فلوس من الحكومه اللي هي الجرانتس اعتمادات ماليه ان انت تعمل بحث علمي، فادفع ادفع 2000 3000 دولار عشان البيبر بتاعتك تتنشر. لكن لو انت ما عندكش اعتماد مالي ما بيجيلكش فاندنج من مكان ما، فاحنا هنشرها لك ببلاش، الموضوع مش فلوس خالص يعني اورجانيزيشن مش هدفع للربح. تمام. ثالث نقطه السورس اللي هو زي مثلا يعني كونتري اوف اوريجن، يعني انا دلوقتي لو مجله ما يعني بتصدر من دوله اصلا مش قويه علميا دي هتبقى يعني السمعه بتاعتها مش قوي، غير لما مجله تبقى منشوره او صادره من دولة العلم فيها كومبيتيتيف يعني فيها منافسة وفي نشر وفي شغل، ده طبعا بيبقى المجلة السمعة بتاعتها أفضل. رابع نقطة الإيديتوريال بورد اللي هو مجلس الإدارة بتاع الجورنال. أنت لما بتخش على الويب سايت بتاع الجورنال بتلاقي كاتبين لك والله مين رئيس مجلس الإدارة اللي هو الإيديتور ومين الكو إيديتورز، مين الناس اللي بتساعده، والإيديتوريال بورد اللي هو مجلس الإدارة يعني فيما يقابل مجلس الإدارة. طبعا لو أسامي تقيلة ودكاترة كبار وفي جامعات مرموقة واخدين مناصب كويسة ده طبعا انديكاتيف إن المجلة دي مش أي حد، المجلة دي كون إنها تقنع الناس دي تشتغل عندها أو معاها دي أكيد مجلة الريبيتيشن بتاعتها كويسة جدا. وأخيرا الببلشر، مين اللي بيمولها، مين اللي بيطبع لها أو بينشر لها الأعداد بتاعتها. طبعا الببلشرز الكبار عالميا زي السبير والساينس دايركت والناس دول طبعا مش هيتعاملوا وهيتعاونوا الا مع المجلات المرموقه اللي فيها سيستم واضح وفيها ترانسبيرنسي والكلام دوت. لو مجله عليها علامات استفهام هم هيتجنبوها. فيبقى دي النقاط اللي احنا محتاجين نعرفها وبناء عليها نقدر نقيم سمعه المجله. يعني ساعات نقرا ارتكل في مجله انا شخصيا لغايه دلوقتي ببقى أول مرة أسمع عنها، طب والله المجلة دي إيه نظامها؟ أبتدي أبص على الحاجات أشوف هي تبع مين؟ منشورة فين؟ والله طب مين فلوس ولا لأ؟ مين إديتوريال بورد؟ ومين الببلشر؟ طبعا النقاط اللي فاتت ديت جايز تكون محتاجة إكسبيرينس، أنت عشان تقيم الكلام ده أنت محتاج تبقى إكسبيرينس في الموضوع ده وتقدر إن أنت تقيم، عشان ساعات بيكذبوا.
يعني ممكن تبقى المجلة يعني بينشروها مثلا من مثلا دولة من الدول اللي مش متقدمة علميا، يعني مثلا من الهند مثلا أو باكستان أو بتاع، ويقولوا لك إن هي مشهورة في أمريكا. ممكن مثلا يقول لك والله ده الإديتوريال بورد فلان وعلان وتلتان، وهم أصلا ما يعرفوش عنها حاجة. فهو في حاجة كده الناس اقترحتها، تمام، وبقت بتطبق دلوقتي تطبيق واسع جدا، اللي هو الجورنال امباكت فاكتور، الجي اي اف، تمام. ده معادلة كده رياضية بتطلع رقم، الرقم ده انديكاتيف للريبيتيشن بتاع الجورنال. والله كل ما الرقم يزيد كل ما الجورنال دي تبقى احسن، تمام. الرقم دوت اللي هو الجورنال امباكت فاكتور reflects the frequency of a journal's publication cited in the literature. يعني الرقم دوت بيديك المعلومة بإن الارتكلز ديت اللي بتتنشر في المجلة بيحصل لها citation كم مرة في المتوسط. فعشان ندي مثال يعني أوضح، أو يعني إزاي بتتحسب الحسبة دي، يقول لك it is the number of times articles published in the previous 2 years، تمام، في ال current year divided by the total numbers of articles published in the journal during those prior years، تمام. يعني إيه الكلام ده؟ والله هي المعادلة دي باختصار بتحسب الـ average بتاع الـ citation. أنا طبعا المجلة تيجي تنشر، نقطع احنا في 2021، لأن في 2019 هم نشروا 45 ارتكل، وجم في 2020 نشروا 55 ارتكل، يبقى المجموع كله ايه 100. ال 100 ارتكلز دول طبعا بيتفاوتوا في الكواليتي، في ارتكلز قدرت ان هي تبقى امبورتنت وتجذب الانظار والناس تبتدي تاخدها وتحطها في الارتكلز بتاعتهم، فبالتالي بيبقى السيتيشن بتاعها كتير. يعني انت ممكن تلاقي من 100 دول في مجلات في ارتكلز تحصل لها سيتيشن مثلا 20 مره 30 مره، بس في ارتكلز تانية بيبقى ما حصلهاش اصلا سيتيشن في السنتين دول، بيحصل صفر. فانا كل الموضوع ان انا بشوف الاجمالي ال 100 ارتكل دول حصل لهم سيتيشن في السنة دي 2021 كم مرة، تمام. نفترض ان الاجمالي بتاع السيتيشن كان 300 مرة بتاع كلهم، تمام، اجي اقسمهم على عدد الارتكلز عشان اطلع الافريج. والله كل ارتكل في المتوسط حصل لها سيتيشن قد ايه، يطلع لي 3. الـ3 دول ده الامباكت فاكتور. يبقى الامباكت فاكتور ده الافريج بتاع النمبر اوف سيتيشن للارتكل الببلشت في الجورنال ديت اخر سنتين، مش بجيب انا من زمان قوي، بجيب بس في اخر سنتين. نيجي بقى لتالت نقطة في how to evaluate an article. احنا اتكلمنا دلوقتي على ال number of citation بتاع ال article، ده indicative على ال quality بتاعة ال article. اتكلمنا على ال journal، كل ما ال journal اللي اتنشرت فيه ال article كان كويس كل ما طبعا indicative على ال high quality بتاعة ال article. وتالت حاجة ال authors. الاوثرز دول مهمين، وطبعا احنا ادينا مثال في التحقيقات الصحفيه، والله لو الصحفي ده راجل قديم وليه تاريخ صحفي طويل فبيبقى طبعا الكلام اللي كاتبه بيبقى ليه اكتر، بيبقى ليه مصداقيه اكتر. وده امر سهل، ان انت ممكن تجيب يعني عندك ارتكل تشوف الاوثرز دول، تعمل عليهم سيرش على جوجل سكولر او على جوجل بس يعني جوجل عادي، شوف هم شغالين في الحته دي بقالهم قد ايه. يعني ممكن يكون الاوثر تيجي تبحث عنه ما تلاقيهمش اصلا ليهم بيبرز اساس، ما نشروش ارتكلز قبل كده في ده او غيره، او ممكن تلاقيهم ناشرين بحثين، او ممكن تلاقي بينشروا في حاجات تانية هم تخصصهم كيمستري وبعدين هوب عملوا ارتكل على الفارماكولوجي. فتبقى الان يا ترى هو هم ويل اكسبيرينسد ان هم ينشروا في التوبيك ده ولا لا، تمام. احنا طبعا الجزء ده محتاج الى حد ما يعني اكسبيرينس شويه، ان انت تخش وتقعد تدور وتشوف الابحاث المنشوره والكلام ده. بس احنا هنتكلم على، ودي حاجه عامله زي الجورنال، وزي ما عملنا في الجورنال احنا لقينا بارامتر او اوجدنا بارامتر يساعدنا في ان احنا نقيم الجورنال من غير ما ندخل في تفاصيل، التفاصيل دي ممكن تبقى سبجكتيف شويه، تمام. في الاوثرز في نفس النظام، في حاجه اسمها الاتش اندكس. الاتش اندكس ده يعني تعريفه is a metric for evaluating the cumulative impact of an author's scholarly output and performance. يعني هو رقم
او بارامتر او يعني مؤشر بيقدر من خلاله تقيم الامباكت اللي هو تاثير الاوثرز او ثقه الاوثرز التراكمي على فكره في مجال البحث العلمي، تمام؟ وبيقيم حاجتين، الاوتبوت والبرفورمانس، بمعنى عدد الابحاث المنشوره وكمان اهميه الابحاث، يعني كل الحاجتين دول في رقم واحد. جميل. ال H index دي او القيمه ديت is calculated by counting the number of publications for which an author has been cited by other authors at least that same number of times. طبعا ده يا جماعه يعني مش مفهوم. انا فاكر زمان اول مره قريت على ال H index قعدت فتره انا مش يعني مش مستوعب يعني ايه counting، نعد عدد الابحاث بتاعه الاوثر اللي هي تم استخدامها كريفرنس من خلال اوثرز تانيين على الاقل نفس عدد المرات، يعني ايه؟ فهنحاول في السلايد ديت ان احنا نشرح ال H index. انا بحب اشرح ال H index انها عامله زي الفيديو جيم. انت في الفيديو جيم بتعدي مرحله ومرحله وبعدها مرحله، يبقى انت عندك ليفل 1، لو حققت الاوبجكت بتاع ليفل 1 تخش على ليفل 2، حققت الاوبجكت بتاع ليفل 2 وهكذا. فال H index ليه قيم من واحد لاعلى قيمه اللي هي تقريبا 300 او حاجه زي كده، تمام؟ اللي هو اعلى باحث في العالم دلوقتي في ال H index. فال H index ده ممكن يبقى واحد، يعني يبقى قيمته واحد لباحث معين، ممكن يبقى قيمته 2، يبقى قيمته 3، قيمته 4، قيمته 5، قيمته 6، 7، 8 لغايه 300. ال H index لما تبقى قيمته واحد الريسيرشر ده معناه ان الريسيرشر ده published one article، وال one article دي at least cited one time. ال H index يبقى قيمته 2 للباحث دوت لو هو published at least two articles ويكون cited at least two times. رقم 3 دوت يعني يبقى الباحث دوت ال H index بتاعه 3 لو هو published 3 articles cited at least 3 times. يبقى قيمته 4 لو هو الباحث ده نشر 4 articles cited at least 4 times. 5 برضه هتبقى 5 و cited at least 5 times. 6 يبقى 6 articles cited at least 6 times. ندي مثال بقى، نفترض يعني مثلا واحد اسمه مثلا جونز ادمز، ده مثلا ريسيرشر في جامعة هارفارد بفرض، نشر 8 articles. الارتكل الاولانية دي سايتد نفترض 40 مرة، الارتكل التانية سايتد 20 مرة، الارتكل التالتة سايتد 10 مرات، الارتكل الرابعة بتاعته سايتد 5، الارتكل الخامسة سايتد مرتين، الارتكل السادسة سايتد مرتين برضه، الارتكل السابعه سايتد مره، والارتكل الثمانيه مفيش نو سايتيشن. حلو. يبقى الاتش اندكس بتاعه كام؟ نمشي بقى ايه على الليفلز دي. الاتش اندكس واحد، واحد ده معناه ايه؟ ان جونز ادمز دوت نشر ارتكل والارتكل دي سايتد ات ليست وان تايم. طب هو الشرط ده متحقق؟ اه متحقق، هو عنده على الاقل ارتكل، عنده كذا ارتكل اهو سايتد ات ليست وان تايم، يبقى هو عدى الليفل الاولاني. طب بالنسبه للليفل الثاني اللي هو اتش اندكس 2، هل الاوثر دوت جونز ادمز دوت نشر بحثين على الاقل سايتد مرتين؟ اه عنده ده وده 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 وده، عنده اكتر كمان من 2 سايتد مرتين، فيبقى كده هو ايه الاتش اندكس بتاعه اكتر من 2. طب هل هو عنده 3 ارتكل سايتد ات ليست 3 تايمز؟ اه عنده ده وده وده وده، تمام؟ فيبقى بالتالي هو عدى ليفل 3. طب بالنسبه لليفل 4، هل هو عنده 4 articles cited at least 4 times؟ اه عنده البحث ده والبحث ده والبحث ده والبحث ده، اربع ابحاث اهم وcited at least 4 times، يبقى هو ايه؟ عدى الليفل الرابع. طب الليفل الخامس، هل عنده 5 articles each cited at least 5 times؟ لا ما عندوش. هو عنده دوت سايتد 40، دوت سايتد 20، ده سايتد 10، ده سايتد 5، يبقى ده 4 articles، لكن الخامس لا هو بس سايتد 2، فهو لا ما يعديش.
هيبقى مستوى الاسر دوت الاتش اندكس بتاعه 4، يبقى جونز ادمز الهيرش اندكس او الاتش اندكس بتاعه 4. تمام، يبقى ده كده ازاي بنحسب الاتش اندكس، ان احنا بنعدي ليفل افتر ليفل افتر ليفل. ندي مثال تاني اهو اللي هو على اتش اندكس، يقول لك فور اكزامبل ان اتش اندكس اوف 15، يعني اتش اندكس 15 وده رقم عالي، means that the scientist الباحث بتاعنا has published نشر على الاقل 15 article، وكل واحد فيهم cited على الاقل 15 مره. الساينتست ده الارتكل رقم 16 كانت cited 10 مرات بس، الاتش اندكس بتاعه هيفضل 15 مش هيبقى 16. امال امتى يبقى 16؟ لو رقم 16 سايتد 16. تمام، يعني لو رقم 16 دوت سايتد 16 اور مور تايمز، الاتش اندكس بتاعه ممكن يزيد يبقى 16، يبقى عنده هو دلوقتي 16 بحث كلهم السايتيشن اكتر من 16، يبقى ده 16 بحث على الاقل سايتد 16 مره. في الحالة دي يبقى الاتش اندكس او هيرش اندكس بتاعه يبقى 16. تمام يا جماعة، ماشي. في برضو مسمى تاني ساعات بيستخدم مع الاتش اندكس اللي هو بيسموه الاي 10. الاي 10 ده فكرته اسهل، اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك the number of publications with at least 10 citations. بمعنى ان انا لو رحت المثال بتاع جونز ادمز ده اللي كان عنده 8 ارتكلز، وكان الارتكل الاولاني منشور سايتد 40 مره، الارتكل الثاني سايتد 20، الثالث كان 10، الرابع كان 5، والسادس كان 2، والسابع كان 2، والثامن كان 0 اعتقد، حاجه زي كده. تمام، لا الخامس كان 2 والسابع كان 1. حلو، فيبقى كده الاي 10 بتاع الريسيرشر دوت هي مجموع الارتكلز او عدد الارتكلز اللي سايتد على الاقل 10 مرات. ايه الارتكلز اللي سايتد على الاقل 10 مرات؟ عندنا الارتكل رقم 3 اهو، وبعدين الارتكل رقم 2 والارتكل رقم 1. يبقى الاي 10 اندكس بتاع جونز ادم دوت هيبقى 3، وعنده 3 articles cited at least 10 times. ماشي يا جماعه، وبكده يا جماعه اكون خلصنا محاضره النهارده، وفي المحاضره اللي جايه هنبتدي نتكلم على الاستادي ديزاينز اللي انتم ممكن تقابلوها لما تيجي تقروا الارتكلز، وهنتكلم على الديفرنسز بتوين الاستاتستيكال والكلينيكال سيجنيفيكانس. وشكرا جزيلا ليكم، ولو في اي كومنتس questions or suggestions يعني feel free ان انت contact me، وانا كنت كاتب لكم الايميل بتاعي في اول سلايد، او ممكن يعني contact me من خلال مايكروسوفت تيم. وشكرا جزيلا ليكم.